آخر معلومة الدكتور رياض مسهر قال القوة الجوية خسر لؤي العاني من خلال أدائه مع الزوراء. ما بصراحة يعني ما أعتقد، لا لأن شوف أي فريق، يعني شوف الفرق هي كلها تعودت على لاعبين زينين ومرات يبتعد عن الفريق. إحنا هسه همينا ابتعدنا عن الفريق، ما خسر الجوية هيثم ولا تيسر محترمات من لعب للشرطة من، لا ما أعتقد، يمكن عوضوه بلاعبين انا اشوفهم افضل، يعني اللي هم اللي اذا كان كرار او كرار نبيل او محمد قاسم انا اشوفهم افضل من عنده. يعني المشكله المحترف من يجي نسوي يعني محترماتي محترف. هو لا محلي محترف. لو اي محلي لاعب وطني ولاعب منتخبنا الاولمبي مهما يكون يقول لك جاي منين، من الدوري المغربي يعتبر محترف. لا مو كلمة محترف، مو محترف هو، لا كافر. مثل منتخبنا هو، خليني اقول لك شغله، هو يجوز كان مغترب يعني لانه كان بالدوري المغربي أه. هو هسه قدم نفسه بالزوراء، بس شلون شفت اداءه بالزوراء بالزوراء مباراة كابتن؟ هو بالزوراء قدم نفسه لان ما عنده بديل، بس بالجوية اكو بدائل هواي، يعني لاعبين الجوية استقطبوا لاعبين هواي، لاعبين بالوسط، فشوفه راح يقدم مستوى بالزوراء افضل. يعني شنو راح يقدم نفسه؟ يريد يثبت وجوده، يعني هو كان بالجوي ما يلعب اساسي، مباراه يلعب اساسي، مرات يلعب لا، وصار عنده ظروف المرض والعلاج مرض على ضوابط. بس طيب. انا اقول لك اي لاعب يطلع من نادي جماهيري يروح النادي الجماهيري، لا ما يخسر النادي الجماهيري الاول، يعني هو راح يقدم نفسه هنا والنادي الجماهيري راح يعوضه.